بسم الله الرحمن الرحيم، وبه دائما نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتابع محاضراتنا في علم الدلالة بعد أن أنهينا أنواع الدلالة وتعرفنا على ثلاثة أنواع من أنواع الدلالة، هي الترادف والمشترك اللفظي والتضاد. نقف اليوم عند مفهوم التغير الدلالي ونتعرف كذلك على أسبابه. أهداف المحاضرة هي التعرف على مفهوم التطور الدلالي أولا، ثم ثانيا إدراك أسباب التطور الدلالي. أما عناصر المحاضرة فهي المفهوم أولا، مفهوم التطور الدلالي، ثم أسباب التطور الدلالي. إذن أولا التغير الدلالي مفهومه وأسبابه. نعرف جليا أن اللغة كائن حي، شأنها شأن الكائنات الأخرى، تحيا في أحضان المجتمع، لا توجد لغة دون مجتمع، وتتأثر بظروفه، أي تتأثر اللغة بظروف المجتمع بتطوره أو بانحطاطه، فترقى اللغة برقي المجتمع وتنحط اللغة بانحطاطه أو بانحطاط المجتمع. فاللغة صورة لحياة المجتمع ومرآة تعكس حياته من تقدم أو تأخر. ولذلك فجميع لغات العالم تتعرض للتغير وللتطور على مر العصور، لأن التطور سنة من سنن الكون. والجانب الدلالي للغة أي المعنى هو أكثر الجوانب اللغوية عرضة للتطور، تتطور معاني الكلمات، لأنه يرتبط بحركة المجتمع وتطوره. كلمات كثيرة في اللغة العربية لم تعد تستخدم، وكلمات تطور معناها بسبل شتى، بالتخصيص أم بالتعميم أم بانتقال الدلالة، سنعرف ذلك لاحقا. ماذا يقصد بالتطور الدلالي؟ يقصد به ذلك النوع من التغير الذي يصيب معاني الألفاظ مفردة كانت أم مركبة في لغة ما عبر عصورها التاريخية المختلفة، متى توافرت الدواعي أو الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. إذن هنالك أسباب ودواعي تؤدي إلى تغير معاني الألفاظ المفردة أو معاني الألفاظ المركبة. وهذا التطور يلحق المفردات كما يلحق التراكيب على السواء. ومن أمثلة التطور الدلالي في اللغة العربية في مجال المفردات ما حدث لألفاظ كثيرة في عصر صدر الإسلام، مثل كلمة الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك. فهذه الكلمات كان لها معاني قبل الإسلام، فأصبحت تحمل معاني أخرى بعد مجيء الإسلام. إذن هذه الألفاظ كانت ذات دلالات محددة في العصر الجاهلي، إذ كان الوضوء يعني النظافة مطلقا بشكل عام، أن الوضوء يعني النظافة، وكانت الصلاة تعني الدعاء، والزكاة تعني الطهر والنماء، والصيام يعني الإمساك، هذه معاني عامة، والحج يعني القصد، حج المكان أي قصده بشكل عام. ثم أصبحت بعد الإسلام هذه الألفاظ تستخدم في معانيها الشرعية المعروفة، فأصبح الوضوء يعني نظافة أعضاء مخصوصة على نحو معين بنية مخصوصة، هذا تعريفه عند المختصين في الشرع. وأصبحت الصلاة تعني أقوال وأفعال مبدوءة بالتكبير ومختومة بالتسليم بشرائط أيضا مخصوصة، وهكذا. وقد يطلق على هذا النوع من التغير الدلالي المصلح تخصيص الدلالة، أي بعد أن كانت الدلالة عامة أصبحت مخصوصة بمعاني محددة. ويجب أن نشير هنا إلى أن الدلالة إذا خصصت فإن اللفظ في الغالب لا يفقد دلالته العامة، لم يفقد اللفظ دلالته العامة، وإنما يحتفظ بالدلالتين معا، أي الدلالة العامة والدلالة الخاصة.
ويبقى دور السياق هو الفيصل في تحديد الدلالة المقصودة، ونقصد بالسياق أي ورود اللفظ في سياق معين، في جملة معينة أو في عبارة معينة. ما هي أسباب التطور ده؟ لماذا تتخصص لفظة وتعمم لفظة وتنتقل لفظة أخرى من مجال إلى آخر؟ ما هي الأسباب؟ حصر بعض اللغويين الأسباب التي تؤدي للتطور الدلالي فيما يأتي. أولا كثرة الاستعمال، أي كثرة دوران الكلمة على ألسنة الناس، مما يجعلها عرضة لتغير معناها على مر الزمن عن طريق تعميم الدلالة أو تخصيصها أو انتقالها كما سيأتي. إذن كثرة دوران اللفظ أو المعنى على ألسنة الناس يجعلها تتطور أو تنتقل من معنى إلى آخر. ثانيا التطور الصوتي، أو بمعنى أدق الإبدال الصوتي، فقد تتطور أصوات الكلمة فتنطق صورتها على صورة كلمة أخرى فيصبح لها معنيان، المعنى الأصلي ومعنى الكلمة المتطورة بعد إبدال صوت أو أكثر. مثال ذلك كلمة الفروة تعني جلدة الرأس، وتعني أيضا الغناء. من أين جاء هذان المعنيان؟ يبدو أن اللفظ بالمعنى الثاني أي بمعنى الغناء أصله الثروة بالثاء، فتطورت الثاء إلى الفاء وأصبح الغنى من معاني الفروة. هذا هو السبب في إطلاق كلمة الفروة على الغنى. إذن هنالك إبدال بين الثاء والفاء، أو نسميه تطور صوتي. ثالثا المجاز، من أسباب التطور الدلالي، أي استخدام اللفظ في غير معناه الحقيقي. المجاز أي استخدام اللفظ في معناه غير الحقيقي. لكل لفظ دلالته الأصلية كما نعرف التي استعمل فيها لأول مرة، وقد يستعمل اللفظ في معناه غير معناه الأصلي استعمالا مجازيا أي غير حقيقي. فاللفظ قد يستعمل استعمالا حقيقيا أو مجازيا، فللمجاز أثر كبير في التوسع اللغوي. والاستعمالات المجازية قد تكون تلقائية، مثل ما يجري على ألسنة أكثر العوام أو العامة، ولكن هناك استعمالات مجازية يتعمدها الأدباء لإظهار مهاراتهم اللغوية، لأن غرضهم تصوير المعنى في نفس السامع وتقريبه إليه. وذلك مثل، يعني الآن الشاعر أو الساجع أو القاص أو من أصحاب المقالات أو فنون الكتابة العربية يستخدمون المجاز للتأثير في السامع، مجاز من أخيلة وتشابيه واستعارات إلى آخر. مثال ذلك عندما نقول زيد أسد، أي بمعنى زيد شجاع، هذا هو المقصود هنا، تشبيه، شبهنا زيد بالأسد فأخذنا صفة من صفات الأسد وهي الشجاعة وأطلقناها على زيد، وهذا استعمال غير حقيقي أو استعمال مجازي. استخدمنا كلمة أسد هنا استخداما مجازيا، المعنى الحقيقي هو ذلك الحيوان المعروف، لكن هذا الحيوان يمتاز بالشجاعة فشبهنا زيد بالأسد في شجاعته. ولكن هناك فرق بين اللفظين في تصوير المعنى في نفس السامع، لأننا إذا قلنا زيد شجاع لا يتخيل السامع سوى أنه رجل جريء، لو قلنا يعني بصراحة زيد شجاع. أما إذا قلنا زيد أسد يتخيل السامع صورة الأسد وما عنده من القوة والجرأة والبطش، فهي تؤثر أكثر في نفس القارئ مثلا أو السامع. كذلك إذا قلنا اشتدت الحرب كان معناه شدة الاشتباك بين المتقاتلين، إذا قلنا اشتدت. ولكن عندما نسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام يوم حنين
يعبر عن نفس المعنى بقوله الآن حمي الوطيس. لاحظ الآن، هذا التعبير البليغ. الوطيس معناه التنور، والتنور معروف، فنقله صلى الله عليه وسلم إلى الحرب استعارة. فإذا سمعنا ذلك ونحن في ميدان المعركة لقلنا حمي الوطيس، تخيلنا الحرب كأنها نارا كأنها نار مشتعلة تلتهم ما يلقى لها. إذن فللعبارات المجازية أثرها في نفس السامع. من أسباب التطور الدلالي أيضا التطور الاجتماعي والثقافي، فتغير الظروف الاجتماعية والثقافية للمجتمع يؤدي إلى تغير في اللغة، وخاصة التغير الدلالي أي المعنى للألفاظ والعبارة. فتتطور دلالة بعض الألفاظ، مثل خذ هذه الأمثلة، لفظ القطار. القطار أصله الإبل يسير بعضها في إثر بعض، هذا معنى القطار قديما عند العرب. بعد أن تطور المجتمع وتغيرت الظروف الاجتماعية وأصبحت لدينا وسائل نقل جديدة وتقدم المواصلات في العصر الحديث، أصبحنا نطلق كلمة القطار على وسيلة المواصلات المعروفة، تلك العربات المرتبط بعضها ببعض كما ترتبط الإبل بعضها ببعض في القافلة. لفظ المرحلة، هذا من أمثلة أيضا تطور دلالي في تأثر المجتمع وتغير ثقافته وثقافته وآداب. لفظ المرحلة أصله ما بين المنزلتين قديم، حيث كان العرب يقسمون الطريق إلى منازل ينزلون في كل منها للراحة، لطول الطريق طبعا للراحة، ثم يرتحلون. فكانوا يقولون مثلا بيننا وبين مكة ثلاث مراحل، أي ثلاث استراحات. ولكننا اليوم على ماذا نطلق كلمة المرحلة؟ قد نطلقها على المرحلة الثانوية، المرحلة بالنسبة طبعا للتعليم، أو نقول المرحلة التاريخية فنطلقها على المدة الزمنية. إذن هذا من باب تطور أيضا المجتمعات. لفظي الوارد والصادر، أصل الأول من ورود الإبل، الوارد ورود الإبل للماء لتشرب، والثاني من صدور الإبل عن الماء بعد أن تشرب. ماذا نستخدم نحن كلمة الوارد الآن أو كلمة الصادر؟ نستعملها في تسجيل المكاتبات في الديوان البريد بما يأتي من المؤسسات الأخرى على سبيل المثال، والوارد والصادر ما يصدر من هذه المؤسسة إلى مؤسسات أخرى. فاختلف معنى اللفظين. لفظ الحاجب أيضا من التطورات الدلالية التي أصابت بعض الألفاظ. لفظ الحاجب معناه الحقيقي معروف، وهو ما يعتلي العين من الشعر. ثم أتى عليه وقت أيام الدولة الأندلسية، كان يعني ما يشبه رئيس الوزراء اليوم. في عصر الدولة الأندلسية الحاجب بمعنى رئيس الوزراء، أو ما يعادل رئيس الوزراء اليوم. ثم عفى عليه الزمن كلمة الحاجب أو لفظ الحاجب، فصار الآن يطلق على العامل البسيط الجالس على باب أحد كبار الموظفين، حاجب أو يسمى المستخدم أو البواب إلى آخر. من أسباب التطور الدلالي أيضا لدينا الجوانب النفسية، ولها أثر على اللغة تبعا لتأثيرها على النفس البشرية. ونفسر بها تطور دلالات بعض الألفاظ، مثلا التشاؤم، التهكم، السخرية، الخوف، الحياة، يؤدي إلى تطور بعض الألفاظ، مما يدفع الناس أحيانا إلى التعبير عن المعاني بغير ألفاظها. مثل كما تعرفنا عليها سابقا عندما أخذنا محاضرة التضاد، لفظ المفازة تطرق على الصحراء المهلكة، وعرفنا أن الفوز هو النجاة، فلماذا نطلق الصحراء
ونسميها نطلق عليها المفازة، وهي مهلكة في الأساس، من يدخل الصحراء يهلك، من لا يعرف طرقها بشكل صحيح أو لا يعرف الخروج منها فإنه يهلك. فأساس تسميتها أو تسميتها المهلكة وليس المفازة، فسميت بالمفازة تفاؤلا بفوز من يدخل فيها. لفظ السليم أطلقناه على اللذيذ أيضا تفاؤلا. لفظ البصير نطلقه على الأعمى أيضا تفاؤلا بالبصر. أطلاق لفظ الشوهاء قلنا على الفرس الجميلة هو الخوف من الحسد أو الخوف من العين، وهذه الأسباب وقفنا عندها سابقا. إذن هذا مفهوم التغير الدلالي وأسباب التطور الدلالي. نقف أخيرا عند بعض التدريبات لما ورد. يقصد بالتطور الدلالي التغير الذي يصيب ماذا؟ صيغ الألفاظ أم معاني الألفاظ أم كل من ألف وباء؟ هل يصيب صيغ الألفاظ أم معاني الألفاظ؟ ويصيب معاني الألفاظ. كلمة الفروة تستخدم بمعنى جلدة الرأس، ثم استخدمت بمعنى الغنى عن طريق ماذا؟ تطور الصوت، أم كانت استعمالها من المجاز؟ هناك تطور صوتي، إبدال بين الفاء والثاء، فأصل الفروة بمعنى الغنى هي الثروة. قول الرسول عليه الصلاة والسلام الآن حمي الوطيس، الوطيس معناه التنور، فنقله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الحرب على سبيل ماذا؟ كثرة الاستعمال أم التطور الصوتي أم المجاز؟ هو على سبيل المجاز. لفظي الصاد الوارد والصادر حدث لهما تطور دلالي بسبب ماذا؟ التطور الاجتماعي والثقافي أم المجاز أم الجوانب النفسية؟ هو سببه التطور الاجتماعي والثقافي، لأن الوارد كان يعني الإبل التي ترد الماء، والصادر التي كانت تعني الإبل التي تصدر بعد أن تشرب الماء. من الألفاظ التي تطورت دلالتها بسبب الجوانب النفسية المفازة، القطار، المرحلة، هي كلمة المفازة، وسبب التطور الدلالي هنا التفاؤل. من أسباب التطور الدلالي المجاز التطور الصوتي كل من ألف وباء. إذن قد يكون تطور الدلالي عن طريق المجاز، وقد يكون عن طريق التطور الصوتي. أشكر لكم استماعكم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.